اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه برضو قبل ما اروح اتكلم في الامور اللي عندي النهارده وبعد قليل هيكون معايا كريم احمد مراسلنا من برج العرب، بقى هنتكلم معاه في كل ما يخص النادي الاهلي، ايه اللي حصل النهارده، المؤتمر الصحفي حصل فيه ايه، كلام كتير جدا هتكلم مع كريم. قبل بس ما اروح لكريم، الحقيقه عندي برضو موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه. مصطفى شوبير حارس مرمى متميز، انا بالنسبه لي ما شفتوش غير مباراه وحيده فقط مع منتخب مصر، والحقيقه ادى فيها منتخب مصر للناشئين يعني، وادى فيها بشكل جيد، وانا كنت ساعتها بعمل الاستوديو التحليلي لهذه المباراه وشفت ان هو حارس مرمى. قبل ما اخش مع حضراتكم النهارده كلمت مع مدربين كتير جدا دربوا مصطفى شوبير، ويعني كنت بتكلم معاهم بشكل شخصي كاصدقاء يعني، قلت لهم يا جماعه هل هو لعيب كويس، هل هو حارس مرمى جيد؟ معظمهم الحقيقه او كلهم تقريبا اجمعوا ان هو حارس مرمى. قلت لهم لا، انتوا بتقولوا كده بس عشان خاطر بابا، عشان خاطر الكابتن شوبير. قالوا لي لا، احنا عمرنا ما هنقول الكلام ده غير عشان خاطر اللاعب او كره القدم تحديدا ما فيهاش واسطه. كره القدم تحديدا ما فيهاش واسطه، يعني ايه؟ يعني انا ممكن ادخل ابني يلعب في الاهلي اكبر نادي في مصر، ممكن جدا ادخل ابني يلعب في النادي الاهلي عشان انا اسلام الشاطر وعشان او فلان او علان او ترتان، ولكن عمره ما هيكمل الا لو كان لعيب كويس. خلاص؟ وعندنا في النادي الاهلي تحديدا ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها انت عشان ابن فلان هخليك تعمل اختبارات، لا، ما عندناش احنا في النادي الاهلي كده. ياما ناس حاولت وياما ناس جربت لكن ما عرفتش، النادي الاهلي دايما عنده بيجي له قد ايه؟ 20,000 30,000، لو تعرفوا الرقم يا شباب قولوا لي لو سمحتوا، الارقام اللي بتيجي في الاختبارات، قولوا لي الارقام اللي بتيجي قد ايه؟ ارقام كتيره جدا، وعندك مدربين على اعلى مستوى بيقعدوا يتفرجوا على اللعيبه. هو ده النادي الاهلي، ما عندوش واسطه، ما فيش الكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش. وانا دايما قلت لكم انا لما اجي اتكلم معاكم هتكلم بمنتهى الصراحه، زي ما قلت لكم قبل ما اخش كلمت ناس كتيره جدا ومدربين لمصطفى علشان اعرف، وزي ما بتكلم مع حضراتكم كده بالظبط، قلت لهم يا جماعه لا عشان خاطر بابا، انتوا بتقولوا لي كده عشان خاطر بابا، قالوا لي لا خالص، هو حارس مرمى متميز وحارس مرمى جيد جدا، وده مستقبل مصر خلال الفتره اللي جايه مصطفى شوبير. فهو ليه منضم للقائمه الافريقيه طيب؟ حد بيفكر؟ طبعا في ناس فكرت يعني وقالت اصل مش عارف ايه ودي فضيحه ان هو يكون موجود مع الفريق والكلام ده كله، لكن للاسف الشديد اللي بيقول كده ما يعرفش ان تفكير النادي الاهلي دائما للمستقبل. تفكير النادي الاهلي دائما للمستقبل، وشويه وهتشوفوا حارس مرمى اخر منضم، وشويه وهتشوفوا حارس مرمى صغير من الشباب اللي موجودين منضم. النادي الاهلي لما بيجي يفكر ما بيفكرش زي بقيه الفرق، لا، بيفكر دائما ايه الخطوه اللي جايه؟ واللي بعدها ايه؟ اذا كان من الممكن ان هو يشوف اللي بعد اللي بعدها كمان هيشوف. فهو النادي الاهلي فكره ياخد يروح ويقعد مع الفريق ويشوف اللي بيحصل في المباريات الافريقيه ويتشد شده المباريات الافريقيه ويشوف حراس المرمى المتواجدين بيعملوا ايه ويقعد معاهم وياخد خبره. هل دي اسمها خبره؟ طبعا تراكم الخبرات سواء مع منتخب الناشئين او مع منتخب الشباب او مع المنتخب الاولمبي او مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، على الرغم ان هو مش مقيد في البطوله الافريقيه، عشان بس الناس بتقعد تتكلم اي كلام، محدش عارف النادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيعملها او الجهاز الفني اللي موجود بيعمل حاجه للمستقبل، بيعمل حاجه للمستقبل، لازم يبقى موجود مصطفى ولازم يبقى موجود غير مصطفى الفتره اللي جايه هتشوفه يتعلم ويشوف ويشوف شده البطوله الافريقيه عامله ازاي، خصوصا في ماتش مهم زي ده، ويخش مع مجموعه اللاعبين اللي متواجدين، لان برضو ده من ضمن الحملات اللي موجوده. وانا ما بتكلمش الحقيقه على مصطفى عشان هو ابن الكابتن شوبير اطلاقا، انا لما بتكلم على مصطفى بتكلم لانه لاعب في النادي الاهلي ويتعرض هذه الايام لحمله ممنهجه بسبب والده اللي عنده خلافات مع الكابتن شوبير، يقوم جاي مخبط في مين؟ في مصطفى. لا، لو مصطفى لعيب كويس هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي، او حارس مرمى كويس هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لو مش كويس عمره ما هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وبالتالي خدوا بالكم بس من الحمله، حمله على الحكم، حمله على مصطفى، حمله على اصل محظوظين، اصل مش عارف ايه، الكلام ده كله انا برد عليه بالمنطق مع حضراتكم اهو، بنتكلم بمنتهى المنطق. هل ده اللي انا بقوله ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ هل حضراتكم مقتنعين بالكلام اللي انا بقوله ده ولا مش مقتنعين؟ هل في مدرب في الدنيا هيطلع لاعب يحطه
ويلعبوا مباراه مثلا على افتراض يعني عشان هو ابن فلان او علان او ترتان، يعني ده تبقى اول مره في حياتي اشوفها بصراحه. لكن اذا كان جيدا، اذا كان حارس مرمى متميز، انا هنا بتكلم على مصطفى شوبير، هيكمل وهيبقى حارس مرمى النادي الاهلي وهيبقى حارس مرمى منتخب مصر اذا كان اذا تم اختياره في منتخب مصر. كل الكلام اللي فات ده انا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم فيه سريعا جدا، لكن انا بكره عندي ماتش مهم جدا، النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا. خلينا نعرف ايه كواليس المواضيع، ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي وفي برج العرب. خلينا نروح